وهذا الشوط خاص بفئة الإذاع لأصحاب السمو والشيوخ والخاص بالقعدان، ونهنئ الفائزين برموز هذا المساء، ونتجه أعزائي المتابعين لمشاهدة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، شوطنا التاسع على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول مباشرة معزم على مقدمة الشوط، تعود ملكية معزم لهجن العاصفة مع مضمر حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. النقلة إلى المركز الثاني، شمردل يتسلل بدوره، يتقدم شمردل أيضا من هجن العاصفة مضمر حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ويليهم على المركز الثالث. المركز الثالث هو من يتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الثالث، شعار هجن الرئاسة المتسلل في هذه اللحظات، هنا يتقدم مبعد لهجن الرئاسة مع مضمر عيسى بن أحمد بن مطر الفلاحي. ننتقل إلى المركز الرابع أو عيسى بن أحمد بن مطر بن مائد الخيالي. المركز الرابع يتسلل ويتقدم ضبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يضمر سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. ننتقل إلى المركز الخامس. المركز الخامس ويتقدم في خامس المراكز في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات المتقدم، هنا من يتسلل بدوره هملول لهجن الرئاسة المضمر راشد بن محمد بن سم المنصوري. وننوه يا سادة الفائزين برموز هذا المساء التوجه مباشرة بعد هذا الشوط وبعد نهاية هذا الشوط أو بعد نهاية الشوط العاشر، هذا هو الشوط التاسع، أي بعد الشوط القادم يتوجهون لاستلام رموز هذا المساء التي خطفت هجن العاصفة ثلاثة رموز منها، وهجن الرئاسة خطفت رمز القعدان المحليات. نعود إلى مجريات وإلى أحداث وتداعيات ومجريات هذا الشوط. إذن على المركز الخامس في هذه اللحظات هنا شمردل لهجن العاصفة مضمر حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، وعلى المركز السادس يتقدم شعار هجن الشحانية في هذه اللحظات على ظهر حشيم أو سلهود مع مضمر سالم بن فاران المري. المركز السابع لهجن العاصفة مع مضمر حمد بن راشد بن غدير، وعلى المركز التاسع أيضا شعار هجن الشحانية راه يتقدم ويتسلل مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من خلال الشعار. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط أو مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، معزم على مقدمة الشوط اللي معزم ومصر معزم على الفوز، مصر على نقطة هذا الشوط، ويتقدم تقدم ممتاز بعد لوحة منتصف المسافة غادرها معزم في هذه الأثناء بشعار هجن العاصفة اللي له حضور قوي في هذه الليلة. هذا هو معزم، شعار له حضور قوي ومميز وبارز ولافت من خلال خطفه للرموز الثلاثة في هذا المساء، المضمر حمد بن راشد بن غدير الواثق، ونعم بالواثق وتضميره، يوفن السبق ولا يخلفن يا الواثق. المركز الثاني شعار هجن الرئاسة قادم على المركز الثاني، يتسلل يتقدم يتحرك، وخطير هذا القعود، خطير هذا المشارك، هذا هو هملول بشعار هجن الرئاسة مع المضمر المستحيل وعاشق المستحيل راشد بن محمد بن راشد بن سم المنصوري، يقدم لنا هملول على المركز الثاني. بينما المركز الثالث، المركز الثالث يتقدم فيه ظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. المركز الرابع في هذه الأثناء المتقدم شعار هجن العاصفة على المركز الرابع مع المضمر حمد بن راشد بن غدير، ويليه على المركز الخامس المتقدم والمتحرك مبعد لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، وأيضا مبعد ينطلق في المركز الخامس، وابعاد كنتم ولا قريبين لمرادكم دايم سالمين. وصل شعار هجن الشحانية، يصل حشيم، يصل حشيم، ينطلق حشيم بالشعار العنابي المميز، حشيم من هجن الشحانية. سأل المضمر هنا
من يتابع حشيم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، العملاق قادم ويتسلل حشيم ليخطف المركز الرابع أو الرابع بالفعل في هذه اللحظات. نعود إلى مقدمة الشوط، معزم 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 اللي معزم الليلة على الفوز، معزم الليلة على اختطاف ناموس الشوط وإكمالها عاصفية. إكمال هذا الشوط لهجن العاصفة المميزة دائما وأبدا في المنافسات الداخلية سواء منها والخارجية. هذا هو معزم، معزم على المركز الأول بسجله الحافل بالإنجازات، برصيده المليء بالإنجازات وبالسيارات. هذا هو على مقدمة الشوط، يرافق أحد الخبراء، أحد المضمرين المميزين، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، وينفرد سيداتي يا نساتي سادتي معزم بناموس الشوط مع لوحة 1200 متر الأخيرة. والشوط شوط معزم على ما يبدو، شوط معزم على ما يبدو، ولكن المركز الثاني لهجن الرئاسة ودخول عليه، دخول عليه وتسلل وانطلاق من شمر دل المنطلق لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير ويصل حشيم، ينطلق حشيم لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتسلل ليخطف المركز الثاني حشيم، المركز الرابع القدوم والانطلاق. أول نداء للشارد لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد الخيالي في التضمير، ولكن وين معزم؟ وحد يشوف معزم؟ معزم انطلق وانفرد بناموس الشوط، والشوط شوط معزم. وسلام يا معزم سلام، سلام يا معزم سلام، مصر وبكل عزيمة وبكل فخر وبكل اقتدار يخطف ناموس الشوط بدون أي منافس على الإطلاق. الله. إذن معزم مشاهدينا الأعزاء، النقطة تقريبا الثامنة في هذا المساء، النقطة الثامنة لهجن العاصفة مع معزم. يا سلام، إذن حضور قوي لهذا الشعار في هذا الختامي في هذا المهرجان السنوي الكبير المرموم 2015. هذا الشوط يذهب إلى هجن العاصفة، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز المستحق، ولجماهيرها ولعشاقها ولمحبينها ولمتابعين هذا الشعار المميز. وسلام يا شم، يا سلام يا معزم سلام، سلام يا العاصفة سلام، تهانينا والناموس لهجن العاصفة ولمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وللمضمر القدير حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني شمرده لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير، المركز الثالث، المركز الثالث والمركز الرابع لهجن الرئاسة، المركز الخامس لهجن الشحانية. هذه النتيجة أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين. معزم ينتزع ناموس الشوط التاسع بجدارة وباستحقاق وبدون أي منافس على الإطلاق، 9 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثاني وصل فيه الشمردل 9 دقائق 7 ثواني، تهانينا وناموس أيضا لهجن العاصفة وللمضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث أو المركز الثاني 9 دقائق 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن العاصفة. المركز الثالث لهجن الرئاسة 9 دقائق 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على فوز ركن بالمركز الثالث. ركن هو من احتل المركز الثالث لهجن الرئاسة، تهانينا أو التهاني موصولة لعيسى بن أحمد بن مطر الخيالي. والتذكير للسادة الفائزين بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط، والكلمة تتجول إلى الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعين.